زحفت إلى صديقي ناصر وبقول له يا ناصر كفاءه. فسمعت صوت غريب بيخرج من أعماق ناصر، صوت طفل بيقول لو ما بعدتش هخرج منه وادخل فيه. اتكلمنا في الجزء اللي فات عن صعود ناصر ومحمد إلى الجبل، وإيه اللي شافوه في طريقهم إلى الجبل وشافوه فوق الجبل. وقفنا عن الجنية قالت لمحمد إنك قتلت ابن الصغير وهو نايم وأنت طالع إلى الجبل. ونكمل إن شاء الله في الجزء ده إيه اللي حصل. في اللحظة دي فقد محمد وعيه وهو بين أيدي هذه الجنية، فنظرت إليه وهي تبتسم وتلمس وجه محمد ووضعته على الأرض. فتعالت الضحكات في الجبل وأتى قوم من الجن وأدخلوا محمد وناصر داخل كهف ما دخلهوش بشر قبل كده. بعد يومين من الحادثة لاحظ سالم وصديقه عادل إن محمد وناصر مجوش يسهروا معاهم زي العادة، فذهبوا إلى بيت أبو ناصر فوجدوا البيت بحالة هستيرية وتواجد كثيف للدوريات الأمنية، وأبو ناصر بيبكي على ولده كالمجنون. فسلم سالم على أبو ناصر وقال له بأن ناصر وصديقه محمد ذهبوا لجبل الجن قبل يومين، وإنه كان بيفتكر إن هم رجعوا البيت من ساعتها يعني. فصعق أبو ناصر وأبلغ الملازم بالكلام ده، فذهبوا بسرعة باتجاه الجبل ووجدوا فعلا سيارة ناصر وكثفوا عمليات البحث في كل مكان في الجبل. ولكن الصدمة إنهم وجدوا جوال ناصر في الأرض بالقرب من الشجرة التي كان القماش بيحترق فيها، وما وجدوش أي أثر لناصر ولا لمحمد. فتحفظوا على سيارة ناصر وفتحوا محضر بهذه الحادثة، فبكى أبو ناصر وما كان منه إلا أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم رد ابني إلي ردا جميلا. بعد أسبوع من البحث والتحري ما وجدوش أي حاجة. ولكن في يوم من الأيام سالم رأى في منامه شخص بيكلمه بيقول له إنهم كانوا سامعينهم هما بيتناقشوا مين اللي يطلع الجبل، والمطلوب منه الوقت إنه يبلغ أهل محمد وناصر إن هما يقيموا العزاء من النهاردة لأن حياتهم خلاص انتهت. سالم صحي من النوم والعرق كان غزير، ونظر للساعة فوجدها الساعة 3 فجر، فبكى ولام نفسه إن ترك أصدقائه يذهبوا للجبل، ودخل الحزن في قلبه وأخذ يتلو القرآن وصلى ركعتين وذهب للجبل. ووقف في بداية الجبل ورفع صوته وقال يا معشر الجن، أنا لست هنا لدخول مكانكم وإنما لأحادثكم. فانتظر لمدة ربع ساعة بس ما كانش في أي جواب، فقال ألا يوجد فيكم شجاع يحدثني؟ فسمع صوت قادم من خلفه فنظر فشاف فاس متجهة نحو رقبته وطار راسه فاستيقظ من النوم. ده كان حلم تاني رآه بعد رجوعه للنوم بعد الحلم الأولين. فاستيقظ من نومه وهو يبكي، وفي الصبح راح لأبو ناصر وحكاله اللي شافه في الحلم. ومحمد كان يتيم كانش ليه إلا أم دخلت في غيبوبة بعد اختفاء ابنه. بعد مرور أسبوعين على اختفاء محمد وناصر أهاليهم أقاموا العزاء لمدة 3 أيام، ومرت الأيام والأسابيع والشهور. ولكن بعد 2 سنين من الحادثة وجد محمد بحالة هستيرية في قرية بتبعد عن الحادثة 684 كيلو تقريبا، وكان شعره طويل جدا وكان عاري تماما ورجله الشمال مبتورة، وكان بيبكي على طول وكان بيزحف على الأرض ويضحك، ولو شاف حد يقول بأعلى صوته نار نار وهو بيبكي. بعد ما أهل القرية ستروا عورته راحوا بيه مركز شرطة بيبعد عن القرية 31 كيلو. الملازم بقى في مركز الشرطة والحزن والغرابة تملأ وجهه، الحزن على حال محمد والغرابة من عدم موته بعد بتر قدم وتركها بدون علاج. الملازم طيب يا محمد كمل ايه اللي حصل بعدين؟ محمد بيرد عليه وقال له قمت من نوم طويل اتوقع انني كنت نايم لمدة 3 أيام ولم يدخل جوفي لا ماء ولا طعام من الخوف من المصير المجهول، ولم أجد إلا القليل من الماء والخبز الجاف معرفش مصدره إيه، ولكن وجدته أكلت منه. وبعد الأكل شفت صديقي ناصر
بيهتز بشدة وريق يخرج من فمه، ثم يفقد الوعي داخل الكهف المظلم، وأنا مش قادر أروح له بسبب رجلي الشمال المقطوعة. وأنا معرفش، واستغربت معرفش إزاي نجوت وقدمي مفتورة، ومعرفش برضو إيه اللي بطرها، ولكنها حكمة من الله. فوضعت عيني على الأرض وبلعب بالتراب وبرسم في التراب وأكتب بلا شعور. عندها دخلت عجوز الكهف وهي تبكي وقالت لي: يا بني، لقد خسرت أنت وصديقك الكثير بسبب قدومكم إلى هذا المكان الذي نسكن فيه، وقتل أحد أبناء امرأة جنية، فمصيركم الهلاك. فما كانش مني بعد ما سمعت الكلام ده إلا البكاء، وأنا ببص إليه، وفجأة تحولت العجوز دي لقطة سودة وخرجت بسرعة من الكهف. وبصيت إلى قدمي وأنا أبكي، وزحفت إلى صديقي ناصر وبقول له: يا ناصر كيف يقوم؟ فسمعت صوت غريب بيخرج من أعماق ناصر، صوت طفل بيقول: لو ما بعدتش هخرج منه وادخل فيك. فخفت وزحفت مبتعد عن صديقي ناصر، وكنت بشوف نار بتشتعل وصوت صدى طبول في الكهف، وكان الدم بينزف من قدمي بسبب زحفي واحتكاك الجرح بتاع القدم المبتورة بالتراب. وفجأة وأنا بزحف إذا بحاجة تمسك قدمي من الخلف وبيسحبني بشدة وهو بيضحك، ونظرت للخلف فوجدت شخص قزم جدا، جسمه مليء بالشعر، ضرب راسي بإيده ضربة قوية، فما حسيتش بحاجة إلا وأنا فاقد الوعي. وهنا يخلص الجزء الثاني، وإن شاء الله في الجزء الثالث هنعرف أكتر إيه اللي حصل في الكهف وإيه مصير ناصر. ولكن ما تنساش تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات علشان يأتيك إشعار بالجزء الثالث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.